أهلا وسهلا أحبتي، اليوم راح نتكلم عن الأفكار في هذا الفندق، فندق البحار، فندق المنتجع على البحار. طبعا مثل ما تشاهد أصناف حقيقة متنوعة من الإفطار، وإفطار جميل حقيقة. مثل ما نلاحظ هنا أصناف مختلفة من الروب، ستراوبيري وغيرها أيضا، وهنا أيضا بعض الأصناف من الزيتون والمخلل وغيره. مختلف الأصناف موجودة مثل ما نشاهد هنا، كذلك حاجات اللي يحبوها الأطفال مع الحليب وكذا كومبلكس، وهنا أيضا بعض أنواع البيض، وهنا السوق، وكذلك هنا يأتي البراتة اللي يحب البراتة ما شاء الله، وهنا يأتي كذلك الدقائق وغيره، الفاصوليا والعيش اللي يحب العيش كذلك، والبيض طبعا، ومختلفة حقيقة متنوع. لاحظت يعني الإفطار فيه متنوع وجميل، وهنا النقانق، وهنا أيضا في الجانب الآخر أيضا أنواع مختلفة من الكيك وغيره. هنا الجانب هذا يوجد أيضا بعض الأنواع من المربى وغيرها، وهذه اللستة فيها الفواكه. طبعا في بعضها السلطات جاهزة، وبعض السلطات والفواكه أيضا موجود، العصاير والماء. وهنا منطقة الطبخ، الحين راح نجيها هنا منطقة الطبخ موجودة داخل الفندق مباشرة. مرة تجي وتختار لك بصل وغيره اللي مزاجك كذا بصل، وهنا طبعا الشيف الكبير موجود. مرة تجي وتطلب الحاجة اللي تريدها وتختار شو تريد لها، وراح يعطيك برا تريد اومليت، تريد حيق، اي حاجة ثانية. هنا ايضا الماكينة والماء وغيره، طبعا بالنسبة للي يحب الشاي وغيره. بشكل عام جميل جدا، وعلى إطلالة جميلة جدا. هذا بشكل عام بالنسبة للإفطار في فندق البحر. تحياتي لكم أحبتي.